عالمي بصراحه. انا بحب الجول دي بصراحه يعني. فعلا ما توقعناهوش منه النهارده. لا هو انا اتوقعت على فكره ان هو يبقى كويس حتى في كلامنا في اول الاستوديو قلت ان هو عنده شخصيه المباريات الحاسمه يعني. انا احسن انا شفته شحات وتابعته كتير في الماتشات المهمه بيظهر بغض النظر عن الكره اللي فاتت في ماتش الوداد اللي في ماتش اللي كان هناك هو ضاع انفراد، لكن باين من هدوءه وتركيزه وكلامه ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي ان هو راجل عادي ان انت وارد انت ممكن تضيع، لكن الميزه ان انت الماتش اللي بعده تجيب. هي دي الميزه اللي انا شايفها في حسين، وحسين عنده الحته دي. وكان هادي جدا في التعامل مع الكوره. لا تعامل مش اي تعامل بجد يعني، تعامل مش اي تعامل، حاجه عالميه. بيلعب خماسي يعني، لو بيلعب خماسي مش هيعمل كده يعني. صحيح. فبصراحه لا والنهارده ده لو مأجر الراجل مش هيعمل. لا اصل اتعملت حلوه قوي صراحه. الكابتن علاء قال هو من افضل يعتبر يعني انا شايف